ديما باللي كادو نتاعنا 72 328 500. في ساعتنا الثانيه عندكم 1,100,000 دينار في الزلقه فلقه يستناو فيكم اليوم في الكانيوتا. في ساعتنا الثالثه في جيل بالك عندكم عشاء وسهريه مزيانه في ريستورون سبيكتاكل ديفا في اي بيز، ومعهم ويكاند بور دو بيرسون في اوتيل لا بلايا حمامات سود. عشاء شبيك تعرف اللي كو عادي عشاء 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 مش العباد ما يركزوش كان على 1,100,000 حتى العشاء مزيان عشاء ويكاند معناتها مزيان زاد معناتها ممكن قيمتهم بعضهم يوصلوا اكثر من 200 دينار اكثر من 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 اكثر عجب. أمين منين جينا العجب؟ بو أنا العجب باش نكمل مريقل طيب عادي في الكونتينيتي لا باش بو كي تشوف في معنى الأساطير الحية تويك متاع ليفربول، كي تقول ليفربول تقول ستيفن جيرار وتقول مايكل أوين في وقت من الأوقات، يعني زوز ملعبية زوما. البارح شنو كتب جيرار وشنو كتب أوين على تويتر في بعد ما وفي الماتش؟ جيرار قال لا شك أنه محمد صلاح هو أفضل لاعب على كوكب الأرض في الوقت الحالي. أبو هذا جيرار شنو قال؟ أوين كتب بوم محمد صلاح الرجل الآلة يسجل الأهداف. ما عملتش برشا جمال، هبط واحدة هبط واحدة ما فسخش هذيك ما فسخش هبط واحدة أخرى قال هل هناك أي شخص في العالم بمستوى محمد صلاح في الوقت الحاضر؟ يسأل معنى أوين كي يحكي هكا على صلاح أي حب فما عاشت بواحد بالذات رونالدينو عمل له أمبوسيبل ولد أمبوسيبل هو أصحاب تي ليه معنى نحكي لك أنا كي تشوف جيرارد وتشوف مايكل أوين يكتب على صلاح هكا بالحق البارح والله البارح في القهوة الناس الكل تحسوا ماتش نتاع ليكيب ناسيونال البارح الناس كنا احنا توانسة يشجع في صلاح الناس الكل ليفربول ما يعرفوش شكون صلاح ليفربول صلاح ماركة يسأل وكا مصري ذاك ذاك المصري بعد كل الناس الكل عرفته فما ترفة زادة صارت وهبطتها ليكيب الفرنسية. الرئيس وزير الدفاع الإسرائيلي قال نستحق صلاح في القوات المسلحة نتاعنا. قال معناها إنسان غير عادي، حكي على صلاح الإنسان غير عادي. زاد قال من الإسرائيليين الكل ما ينساوش مباراة بازل السويسري ويكيب من الكيان الصهيوني، وقتها صلاح مشى لعب ولقى انتقادات كبيرة، لكن صلاح قال أنا ماشي نقوم بواجبي ماشي نخدم خدمتي. وش عمل صلاح؟ مش ما يسلمش على ملاعبين من الكيان الصهيوني، كيكملوا تحية الجماهير مش يسلموا على بعض، مش يسلموا على بعض، محسب روحه سبدريه مقلق ومشيكم كوامشي بدل سبدريه، كملوا هما سلموا وخلط للتيران ونهارتها مركز وزبونت ومشي سجد في 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 التيران هذاك. دونك نجم نشوفه كيف فينومين معناه بالحق صحيح. وصلاح تو الناس الكل تحكي يقول كا مزعم كان تحكي على صلاح، انا نعملوا كي صلاح نحكيه حتى نحن باش نحكي لك حاجه زيدة مع انه زيدة لحظه البارح الناس كلها متاع المخرج اللي ما عداش السجده نتاع محمد صلاح في في المباراه وعديوها من زاويه اخرى، فما شكون خذاها من زاويه اخرى، الناس حضرت في التيران معناها هبطوا تصور نتاع صلاح كيفاش ساجد بعد البونتو. المخرج تاع المباراه البارح ما عداش صلاح ساجد، صارت عليها بوليميك صغيره كيف وكيف ساديو ماني زاد المسلم اللي كل ما يسجلوا اهداف يمشيوا يسجدوا، البارح ما حبوش يعدي وممكن ما حبوش ولا نساه ما نكبروش الحكايه، اما صارت عليها بوليميك كبير. صلاح قبل صرح في تريت ببليكاسيون نتاع مشجعين النادي الاهلي قبل عندها سنين، قال ان امنيتي ندخل الاهلي تلمو مغرومه بالاهلي يخي كتب، قال هذايا حتى في البنك تاع الاهلي ما يجيش مع مشجعين النادي الاهلي. دونك هبطوها بعد بسنين قالوا اغزر فين فين وصل كيما بعد بسنين هبطوا تصويرته فخر الدين قد مره من زين العجب من اليابان. اختراع جديد في اليابان الحقيقه جاني عجب على الاخر، شوف شنو وصلوا يخمموا لي فام سيليباتير يسكنوا وحدهم في اليابان وخايفين عليهم باش يقلقوهم الجد. شنو عملوا؟ عملوا لهم بروجيكتور يعني بروجيكسيون على البورت فونيتر ولا على الشباك، ظل نتاع راجل، هذا هي ظل راجل ولا ظل حيطه
ذل الحيطه ولا ذل الراجل، هذه ذل الحيطه ولا ذل الراجل صحيح. دونك يعمل بروجيكسيون تاع راجل قاعد يتحرك، مره قاعد ما جو سي با ينظف الدار، مره قاعد يعمل في سبور، مره وانت وهو يتبدل كل 30 مينوت تاع البروجيكسيون هذيك تتبدل، واللي يتعدى من الشباك يشوف اللي فما ذل تاع راجل في الدار معناتها المراه ماهيش وحدها. هذه اختراع ياباني قاعد يتباع بطريقه مش تتخيلوها. في اليابان يسرقوا ويتحرشوا اكثر عباد يتحرشوا في العالم في اليابان، معناتها صحيح الرسمي يخدموا ياس اي جوستومون. دونك فما نسبه تحرش كبيره للاختراع عجبني. انا ديما اليابان تظهر لي ما يصير فيها شيء خايب في بالي الدنيا كلها، بس فما الخايب بيان سور بيان سور ذل راجل ولا ذل راجل ولا ذل حيطه يطلعوا المسار. وانا يجينا العجب نتاعي من امريكا، صبات مايكل جاكسون اللي تلعب به عام 1983 على المسرح وقت عمل الحفله الشهيره نتاعو سبيكتاكل الشهير اللي جا به لتونس دايوغ وقتها. قداش يتباع توا في المزاد العلني؟ قداش يتباع حسب رايك في المزاد العلني؟ 70 مليار؟ لا 40؟ لا، بمبلغ 10,000 دولار معناتها 25 مليار تونسي. ليه 10,000 دولار؟ 25 مليون. لا 10 مليون. 10 مليون دولار. 25 مليار. 25 مليار تونسية. دونك مش شوية، شنو مش شوية؟ اي برشا 25 مليار. خاطر هي رمزية الحكاية. دونك نجم يحضر المصمم الرقصة معناتها اللي يخدم له الكوريغرافي نتاع الرقصة. صباتك الأكحل والأبيض. الأكحل والأبيض هذاك. الرقصة هذيك اللي عمل المونتانس هاي الرقصة شريوا يا جماعة اللي يحبوا اليوفي. اللي عمل الكوريغرافي هذيك نتاع سبيكتاكل كي كمل شو اسمه مايكل جاكسون من السبيكتاكل مدوله كادو. مدوا للي عمل للكوريغراف. للكوريغراف. دونك توا خرجوا في مزاد العلني في كاليفورنيا. توا في لس ولا تحت بالدنيا ولا شنو؟ ما نتصورش هو يكون لبس عليه برشا معناتها. اي هي يصير لبس عليهم في امريكا راهو اللي يعملوا في لي دونس هذوك. ان توكا لبس عليهم. ورثه كبيره زاد 25 مليار ورثه وسلي. كان جا في تونس راهو عمل عليه مسلسل جوستومون تعرف عليه العائله كل صبان. وهذه العجب نتاعنا لليوم. عجب.